احتفلت مصر بتخريج جيل جديد من أبنائها الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة. كاميرا التلفزيون المصري شاركت الطلبة وذويهم هذا اليوم، والتقت بعدد من أهالي الطلاب الأوائل الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا الحفل وتفوق أبنائهم. ولازم تعرض تحت الاختبار عمر ايمن محمد وجيه. هو كان شرف ليا الحقيقه في البدايه من الاول خالص، ان هو كان حلم ليا انضمامي للمؤسسه العسكريه، خصوصا وجودي كطيار كاول طيران في الكليه الجويه. ده شرف ليا وحلم كبير كنت بسعى ليه وبجتهد ليه، والحمد لله ان انا قدرت احققه. وده مجرد دي البدايه، لسه ان شاء الله لسه انا هحاول ان يعني انا هثبت نفسي ان شاء الله، لان دي مجرد لسه البدايه، وان شاء الله اكون عضو فعال داخل المؤسسه ان شاء الله. سلوى محروس والدة ملازم طيار تحت الاختبار عمر أيمن محمد وجيه. والله أقول له ألف مبروك يا عمر، ربنا إن شاء الله كده يتم لك على خير. شرفنا ورفع راسنا الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا، ربنا يبارك فيه هو وزمايله يا رب إن شاء الله. والله رسالتي ليه إن هو يبقى على قد المسؤولية اللي هو إن شاء الله داخل عليها يعني، وإن هو يبقى متحمل مسؤولية المكان والدفاع عن مصر والأراضي المصرية إن شاء الله، مع يعني ويبقى قد الاختبار، يعني قد المسؤولية اللي هو فيها.